السؤال يقول: ما هي أفضل الكتب لتفسير القرآن الكريم؟ أو من هم أفضل الشيوخ الذين يمكن أن أستمع إليهم في هذا الجانب؟ يعني هو سؤال يا شيخنا منقسم لقسمين، بيسأل عن مجموعة كتب تكون بتفسر القرآن، أو أفضل الكتب اللي يقرأ فيها لتفسير القرآن، أو أفضل المشايخ الذين يمكن أن أستمع إليهم في هذا الجانب اللي هو جانب أيضا تفسير القرآن. يعني إذا بيسأل في الكتب فهذا يعتمد على ثقافة الأخ. نعم. ما ثقافته؟ يعني وماذا يريد أن يتعلم من التفسير؟ فإذا كان الأخ يعني معني بالبلاغة واللغة العربية فهيبقى عليه بكتاب الكشاف للزمخشري. أيوة. وكتاب البحر المحيط لأبي حيان التوحيدي، ولو قرأ صفوة التفاسير للشيخ محمد علي الصابوني بيهتم بالجانب البلاغي بعد التفسير، هو طبعا مجمع لكن بيهتم بذلك. تمام. لو كان محتاج تفسير بيتكلم يعنى بالأحكام فهيقرأ الجامع لأحكام القرآن اللي هو تفسير القرطبي، أو كتب تفسير آيات الأحكام زي أحكام القرآن لابن العربي أو الكيا الهراسي أو القصاص الحنفي. الكيا الهراسي والكيا الهراسي شافعي. أيوة. وابن العربي اللي هو مالكي، فكل واحد كتاب مهتم بهذا الشكل. نعم. إذا محتاج لا يعني كتاب يعني يعنى بنظرات عصرية وظلال مهمة بالآيات والأحاديث والتفسير، الظلال هيبقى الظلال في ظل القرآن رائع بصراحة طبعا. إذا محتاج يعني لا كتاب يعنى بالأثر والروايات في النصوص والكلام ده والحكم عليها، هيقرأ تفسير ابن كثير، وهيقرأ تفسير اللي هو فتح القدير بتاع الشوكاني، في تفسير اللي هو حوالي حسب الطبعات من 5 أو 6 مجلات أو زيادة يعني. تمام. وفي كتب أخرى على حسب ما يريد. نعم. يعني في كتب أخرى زي الطبري، زي تفسير، زي طبعا من الكتب المهمة اللي بتجمع معظم ده بس لم يكتمل، تفسير المنار للإمام محمد عبده والشيخ محمد رشيد رضا، لكن عمل منه 12 جزء، ثم توفي عند سورة يوسف: ربي قد آتيتني من الملك. نعم. اللي ممكن برضو فيه البلاغيات والعلم والكلام، وفي جديد أيضا التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور. ده ما شاء الله يعني مكتبة ضخمة. فلا طبعا مهزتا بي أنا، عشان كده الأخ أنا ما أعرفش إيه توجهه. أيوة صح. طب هو بيقول إذا معني بالشيوخ بالعلم الكلام والتفسير والعقيدة والكلام ده والفلسفة والنظرات الفلسفية يقرأ. أيوة. مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير لفخر الدين الرازي. نعم. فكل مفسر تأثر بثقافته وثقافة عصره. تمام. وهناك تفسير أخرى مهمة معاصرة زي التفسير الحديث للقرآن لمحمد عز الدروازة، ده فسر السور بزمن النزول. وفي تفسير القرآن للقرآن لعبد الكريم الخطيب، ده برضو كويس. في زهرة التفسير للشيخ محمد أبو زهرة برضو لم يكتمل. أيوة. طبعا من التفسير المعاصر منه كلام في السماع، فيبقى طبعا خواطر الشيخ الشعراوي. جميل. حول القرآن الكريم. وفي طبعا أيضا من التفاسير الصوتية المهمة من المعاصرين غير الشيخ الشعراوي، طبعا الشيخ الشعراوي ده أستاذ الكبير، لكن في تفسير الشيخ ابن عثيمين ده صوتي، وده تفسير جيد ومهم يعني من نفس التفسير إذا بيكلم على الصوت. في بعض صور لبعض علماء وبعض مشايخ يعني تسجيلات زي تفسير صور معينة زي، لكن مش القرآن كله لا. يعني فيها تلاقي الشيخ صلاح أبو اسماعيل له اليهود في القرآن، له الإمام في القرآن، له تسجيلات بهذا الشكل. تمام. وفي برضو يعني الشيخ إسماعيل صادق العدوي، ما عرفش كان في تلميذ من تلامذته بيسجل، عرفش تسجيلات راحت فين، لكن كان تفسيره للقرآن في مسجد الجامع الأزهر كل يوم 4، وكان حد و4 في الأزهر، الحد تفسير والأربع صحيح الإمام مسلم. أي. أيضا كمان التفسير مهمة جدا الصوتية. نعم. وفي طبعا يعني تفسيرات صور الشيخ الغزالي. أي. تفسير الموضوع للقرآن الموضوعي، مش تفسير كامل، مش تفسير تحليلي. أي. لكل آية يعني موضوعي.
وهكذا في اذا كان بقى مساله صوتيه هي لا، وفي يعني شرايط للشيخ ابراهيم عزة الله يرحمه بعض الصور، سوره الاعلى وسوره الليل وسوره يعني صور مش كامله يعني. والشيخ المشتهري نفس الحاله له تفسير ايات معينه وصور برضه مش كامل. ده اللي انا بس بشوف على ضوء الذاكره في مساله اللي هو السماع يعني. حاجه جميله جدا، بشكرك يا شيخنا. كل ده حاجات الواحد كان بيسمعها زمان في الايام الثانوي والجامعه، لكن ما اعرفش هل وجدت، اكيد هيلاقيها على النت يعني. والشيخ كشك طبعا صور يعني فصل ايات او صور، لكن القران فصله كتابه طبعا في رحاب التفسير، لكن طبعا مش ما هواش بالتفسير القوي. في طبعا نظرات ورؤى مهمه، لكن اقرب منه خواطر يعني. لا يعني اكتر منه تجميع. تجميع طيب.